ولما جاء يوم الخمسين كان المؤمنين مجتمعين معا في مكان واحد، وفجأة حدث صوت من السماء وكأنه صوت ريح عاصفة عظيمة وملأ الدار حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار وتوزعت واستقرت على رأس كل واحد منهم، وامتلأوا كلهم بالروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى كما أعطاهم الروح أن يتكلموا. وكان يوجد في أورشليم في ذلك الوقت يهود أتقياء جاءوا من كل بلاد العالم، فلما سمعوا هذا الصوت اجتمع جمهور منهم بسرعة وكانوا في حيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغتهم. فاندهشوا وتعجبوا وقالوا: كيف يحدث هذا؟ هؤلاء الناس الذين يتكلمون هم جميعا من الجليل، فكيف نسمعهم كل واحد منا بلغته الخاص؟ نحن نسمعهم يتكلمون عن أعمال الله العظيمة بلغتنا. فكانوا كلهم في ذهول وحيرة وهم يسألون بعضهم بعضا: ما معنى هذا؟ وآخرون كانوا يهزؤون ويقولون أنهم سكارى. فوقف بطرس مع الأحد عشر رسولا وخاطب الجمهور بصوت عالي وقال: انتبهوا واسمعوني أيها اليهود وأنتم يا كل الموجودين في أورشليم، لكي لا ترتابوا في هذا الأمر. هؤلاء الناس ليسوا سكارى كما يظن بعضكم، لأنها الساعة التاسعة صباحا، وهذا مبكرا جدا عن وقت السكر. إنما هذا ما قيل عن النبي يوئيل قديما، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وحتى عبيدي من رجال ونساء أفيض عليهم روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعمل عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من تحت، فيكون دم ونار ودخان كثيف وتظلم الشمس ويتحول القمر إلى لون الدم قبل أن يأتي يوم ربنا ذلك اليوم العظيم الجليل، وكل من يدعى باسم الرب يخلص.